ببقى سعيدة جدا أكيد بضيوفنا لما بيبقوا من السادة المزارعين، لأن دي قناتهم وده بيتهم، فبيتهم مفتوح ليهم 24 ساعة، وكل برامجنا في مصر الزراعية بيبقى لازم يكون فيها أكيد ضيف ثابت بيتكلم عن حال الفلاحين وآرائهم ومشاكلهم وطموحاتهم كمان. يعني ضيوفي من خيرة الناس ومن أعز الناس على قلوبنا وعلى قلوب مصر الزراعية، وهم ضيوف دائمين دايما التردد على مصر الزراعية، سواء كان تواجدا أو حتى بالاتصالات الهاتفية دايما بيكلمونا وبيتواصلوا معنا. وطبعا أكيد إحنا بنبقى حابين التواصل ده. اسمحوا لي أني أرحب بضيوفنا، الضيف العزيز اللي بعزه شخصيا وهو ضيف دائم ومعانا من بداية قناة مصر الزراعية، هو الحاج عاطف عبد العزيز، عضو اللجنة المركزية للائتمان الزراعي. حاج عاطف أهلا بيك أهلا ومنورني. الله يخليك يا مدام إسراء، وإحنا سعدة بيكي ويشرفنا إن إحنا دايما نكون معاكم في أي وقت. الشرف لينا وبتنورونا. وطبعا ضيفنا العزيز اللي منورنا النهارده الحاج احمد حسين سعيد، رئيس الجمعيه المشتركه الزراعيه بفقوس الشرقيه. حاج احمد اهلا بيك، اهلا وسهلا، الله يخليك. طبعا زي ما دايما بيقول فعلا احنا بيتكم واحنا المكان اللي بتطرحوا فيه مشاكلكم واملكم واي اراء حابين تطرحوها. انا هتكلم مع الحاج عاطف على موضوع الرز وايه المشكله، وانت شايف موضوع عدم زراعه الرز ده تقييمك لايه، رايك ايه في الموضوع ده؟ اولا الرز هي مش مشكله ميه بس، مشكله الميه عدم زراعته وراه بلاوي كتير في المناطق بتاعتنا اللي هي شمال الشرقيه، شمال مصر كلها، في الشرقيه والبحيره وكفر الشيخ والمناطق الشمالية عموما، لأن ابتدت المية المالحة تخش. لما أمنع الرز، الرز بيغسل الأرض، الأراضي دي لو ما منعت الرز عنها مدة 10 سنين لا تصلح للزراعة، لأن تتحول تتصحر، لأنها هتتحول لأرض ملحية. صحيح. الملح يبقى فوقها بطبقة 10 سنتي. اللي بيحوش الكلام ده الرز إنه بيغسلها ويخليها صالحة للزراعة. دي مشكله من مشاكل الرز اللي هتقابلنا الايام دي. محددين عندنا في المناطق اللي مسموح فيها 40% زراعه رز و60 على ان اجود رز العالم عندنا احنا في منطقه الشمال الشرقيه اللي هي صان والحسينيه وفوز، من اجود انواع الرز بتاع الشرقيه وعلى العالم. ايوه مطلوب وما بتكسرش وليه صفات اكتر من اي حاجه. احنا دلوقتي عندنا مشكله الرز نزل 300,000 فدان وشوية. دول بيعملوا ايه السيدة العزيزة؟ 300,000 فدان بيقلل 1,000,000 طن رز. المليون طن رز هيأثر على الرز في مصر اللي هو الانتاج. النهاردة الرز واحنا لسه بنحصد فيه حصدنا تقريبا 66% منه، الرز ب 6,500 وفي البلدي وصل 8 8,000 جنيه الطن. الرز على اخر السنه مهما يعمل الدكتور علي المصلحي وينزل لجان ويمسك عربيات من على السكه و و و الرز هيوصل 10,000 جنيه السنه دي، وهتبقى مشكله. ويقول لي استورد رز ويبعت يجيب رز. احنا شعب ذواق، احسن طبعا. احسن يعني حتى في دول الخليج احسن رز الرز بتاعنا، يبقى الرز البسماتيك الحبايه زي حبايه الفول ما يعجبوش الا رز الحبايه الصغيره الحلوه. فهتبقى مشكله الرز السنه دي. اولا ما كانش فيه مشكله ميه، ايه اللي يمنع ان احنا كنا نزرع بدل ما كنا 300,000 فدان دول زي السنه اللي فاتت؟ ده في مخالفات رز، ده هتبقى مشكله اكتر واكتر السنه الجايه. ناس كتير مش هتزرع رز عشان المخالفات، فهتبقى يعني دول بيزرعوا وبياخدوا المخالفه، لكن مع السنه دي هيبقى مخالفات الرز هتبقى مشكله المشاكل. الرز انا عملت بلاغ في الدكتور علي المصلحي قبل كده في قناه مصر الزراعيه وفي القناه الرابعه وفي المحور، انني عملت فيه لرئيس الوزراء ولرئيس الجمهوريه لان كان محدد السعر، قلت مش هتاخد ولا كيلو رز، وفعلا اللي حدد السعر غير راضي للفلاح، مصاريفه اكتر من كده يا مدام.
طب حاجه عاطف، احنا بنتكلم على مشكله احنا عايزين نحلها. الناس هتقول لك فعلا عدم زراعه الرز احنا هيخلينا نستورد، واحنا فعلا ما بنستطعمش غير الرز المصري، ده محصول استراتيجي من يعني اي مائده طعام فيها رز. ارخص ماده طبعا، ارخص من العيش. رز او عيش او ارخص من العيش الرز، بس الاقبال بيكون اكتر وارخص كمان. انا معاك. طب هنحل المشكله دي ازاي حاج احمد؟ هنحلها ازاي بقى؟ يعني عايزه تقولي نحلها ازاي؟ هتنحل ازاي؟ وجهه نظرك لسه انت تحلها ازاي؟ يعني احلها ازاي؟ انا دلوقتي راجل فلاح وربنا اعلم بيا. انا راجل فلاح وربنا اعلم بيا. يعني المحصول بيطلع من الارض، من الارض، علشان انني اسوق الرز وابيعه لتاجر للاهالي. ازاي انا دلوقتي يعني السعر ده؟ وبعدين انا راجل عندي اولادي في جامعات، بيطلع الرز، محصول الرز، ببيعه باقل سعر. انا راجل يعني اعتبريني ان انا راجل عادي ببيع عشان عندي اولادي في كليات وماشيين في كليات وصاحب مصاريف. لما يجي التاجر النهارده ياخد الرز ويشاونه عنده، التاجر اللي بيستفيد بيبيعه اخر السنه ب 10,000 جنيه، انا كفلاح ببيعه بخمسه وبسته. فانا الضحيه، الفلاح اللي زي اني هو الضحيه. الفلاح البسيط هو ضحيه. يعني احنا اللي بنبقى ضحيه نهايه المحصول، احنا الضحايا. لانني ببيع الرز على طول. اللي بياخده خزنه التاجر. عشان يبيعه اخر السنه ب 10,000. طب ما يبقى في سعر عام للجميع عادل. عادل يبقى سعر الرز الضريبه كذا، يبقى كل ايدنا بنستفيد منه. دعموا الحكومه زي ما دعمت الدعم، ولان هو دلوقتي خسران. لما تيجي تحسبي طن الرز يتكلف كام بالايجار بالكلام ده، ال 5,000 جنيه ما يجيبوش ثمن. يعني هو ما فيهوش هامش ربح لواحد زي دي زرع. لا، وانتوا بتتكلموا على سوق سودا وعلى تاجر دايما بيستغل الظروف. هو لو عمله من الاول الدكتور علي، واحنا عملنا له دراسه ان الطن بتكلف كام، عملناه الاتحاد التعاوني، الجمعيه العامه للائتمان، الجمعيه العامه، الجمعيات المركزيه، عملنا ان الطن بيتكلف 5,500، ده قبل الزيادات بتاعت المحروقات. يجي يعمله لي ب 4,700. 4,700. وبعدين قلت له مش هتاخد كيلو، تاني يوم التجار خدوه ب 5,200 في نفس اليوم اللي طلع القرار ده. ما خدش دلوقتي ولا كيلو رز توريد، خدت بال سيادتك، او بالتجار، الا اللي بيمسكوا العربيات اللي بيمسكها محمل الرز. احنا عاوزين نديه طواعيه وندي الناس ونمشي. بس هو في مشكله الرز يا مدام، هو بيقولوا بنصدره ميه. طب ما عدناش بنصدر. ارخص دعم موجود في البلد الرز. لانه بيجيب 2 كيلو رز، العيله 5-6 افراد بتغدوا بتعشوا منه مع شويه خضار مع اي حاجه. العيش اي نعم، بس هو المنظومه. وحتى خلي بال سيادتك، الدعم بتاع العيش خلال سنه هيروح. وبعدين في مصيبه جايه كمان، عاوزين يزودوا المحروقات في شهر واحد. يعني مش كده دلوقتي، عاد ايراد الارض بتكلف 20 و25 جنيه في السكه الواحده. يعني تكلفات في ناس سابت الارض ما انزرعتش، سابوها فاضيه، ودي يقولوا لي مش عارف ايه. طب الحمد لله السنه دي الميه كانت كويسه، يعمل ليه غرامات بالكميه دي كلها؟ ما هو لو ساب 300,000 فدان، احنا لسه مشكله الرز ما فيش مشكله دلوقتي. احنا بيتكلموا على تحسبا لما هو قادم. ايوه السنه دي عدت. الحمد لله والميه زادت. يبقى لا ايه؟ احنا بنتكلم لما يبقى فيه والكلام ده، احنا هو الناس. يعني الفكره في ان احنا بناخد حاجه عاطف خطوات استباقيه عشان ما يبقاش مستنى يحصل المشكله. أيوة. وبعدين ناخد قرار. لكن انا عندي هتبقى مشكله ثانيه في اخر السنه بالنسبه للرز. عجز المليون طن ده هيعمل مشكلة. يعني الحمد لله مش حصلت مشكلة. ايه اللي يخليني غرامات ويخلي انا بقول لك في كذا حاجة مع الرز، الأراضي اللي هتبوظ. احنا عندنا المية الارتوازي وصلت تقريبا لغاية الزقازيق، لا تصلح للزراعة. اللي كان الناس بتصحى، لأن الملوحة جت من البحر المتوسط وصلت لغاية كده.
يعني بعد مده عندنا هتبقى مشاكل اكتر 100 مره. الاراضي اللي عمرها اكتر من 7000 سنه هتشوفيها صعبان عليكي بتموت، وامنا دي بتموت، وامنا العجوزه دي بتموت، واحنا صحيح احنا مش عايزين طبعا نوصل للمرحله دي. انا هستاذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه مشاهدينا بعد الفاصل، استنونا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، واهلا بضيوفي الكرام، بجدد التحيه بالحاج عاطف والحاج احمد، اهلا بكم مره ثانيه. اهلا بيك يا حبيبي. احنا بنتكلم من الرز هنروح للقطن، لان القطن الدهب الابيض واحنا دايما بنتكلم عليه وقد ايه ان هو محصول مهم. كنت بدردش معاك ويمكن الحاج عاطف قال لنا مشكله، والحاج احمد برضو انت اكدت عليها، هي فكره عدم وجود الانفار لجمع القطن. قول لي بقى المشكله دي ايه؟ المشكلة دي الكل، لا ده المحصول اللي كانت الناس زمان بتجوز على ريحه. الزواج الدهب الابيض ده زرعة القطن، اجوز ابني اجوز بنتي في زرعة القطن. كل سنة ده كان يعني الإيرادي اللي معروف. دلوقتي احنا اتحرمنا من زرع القطن. الأرض ما عادتش بتتلى. القطن مش لاقيين مين يشتري القطن. كان زمان القطن ده نجمع القطن ونطلع نورد القطن ونطلع على البنك نقبض فلوس القطن. اتحرمنا من الكلام ده، ما عادش فيه حاجه زي كده. فالقطن ده كان محصول الواحد يعني بيبني على ريحه، بيجوز ابنه على ريح ايراد القطن، اسمه الدهب الابيض. ده الدهب الابيض بتاع الفلاح. انت بتقول لي حتى حاج احمد ان في مشكله في الجمع، انتوا مش لاقيين انفار. مش في، ما عادش في انفار في جمع. انا بطلت زراعه القطن، وادي الحاج عاطف كان اكتر واحد يزرع مساحه قطن في عندنا، بطلوا نهائيا. يعني القطن احنا الفلاحين بطلوه. طب ايه اللي حصل يا حاج عاطف؟ ليه السنه دي تحديدا كمان مش لاقي انفار؟ لا هي بقى لها المشكله دي من 6-7 سنين مش النهارده. بس انت بتقول لي السنه دي زادت بقى اكتر، ما هي كل سنه بتزيد سنه عن سنه. يعني ايه؟ السنه اللي فاتت ممكن كنت الاقي 5 انفار، السنه دي الاقي 3. خدت بالك؟ بيقلوا العدد. هي مش مشكله، انا هي المشكله في مش الجمع بس، المشاكل كمان. احنا انتجنا نوعين كويسين ال 94، جيزه 94 وجيزه 95، دي من اجود انواع القطن في العالم. امريكا واسرائيل سرقوه وسموه باسم تاني، لكن ما زال ربنا حبينا بميه النيل وبمناخ ان احنا النوعين دول احسن من امريكا. هم سرقوا مننا وحاولوا يدخلوا لنا تقاوي عشان يخلطوا والكلام ده، لكن الحمد لله ما زلنا محتفظين باصولها وبنقاوتها. دول من احسن طولة القابة، هو طويل التيلة. وعندنا حاجة تانية، فياقة الطول ده زي الحرير. احنا الرز القطن بتاعنا كان بتخلط بالحرير الطبيعي في اليابان وفي انجلترا. صحيح. كان يخلطوه ينباع بسعر اغلى من الحرير. كان بيخلطوه معاه. دلوقتي القطن عندنا النوعين ده بس، مشاكله عدم تطوير المحالج والمغازل والمصانع ورخص التيل. القطن اللي قصير التيله اللي عادوا بيستوردوه من بره ويخلطوه بالالياف الصناعيه ويبيعوه بتراب الفلوس. ما عادش القطن قطن. كنا بنروح اوروبا البس القميص اللينو زمان ونقول انا لابس قطن مصر. طبعا ما عادش كنا بنتباهى بيه طبعا. كنت لما اخد هديه اخد منسوجات معايا وانا رايح اوروبا، ايام ما كنا في الكليات بشكير ولا مش يفرحوا بيه، يقول يا منسوجات مصريه. لان كان بيفخروا بالقطن بتاعه. دلوقتي المشكله ان المكن كمان يا مدام اسراء اللي موجود ما اتطورش، والناس القطاع الخاص جاب مكن صغير بيخلطوه بيها بقطن قصير التيله قصير رخيص، ويبيعوا الجينز ومش عارف ايه والحاجات دي رخيصه بالكيلو. لكن احنا عشان ندي قطن بالحاجات الطبيعيه الحاجه الحلوه عاوزين مكن جديد. طبعا المكن الكبير اللي كان في المحله وفي كفر الدوار وقف، وتكلفه على الدوله وتكلفه علينا. فلازم نبص بنظره تاني اللي هي التصنيع الجديد للمكن، التصنيع زي ما هننافس اوروبا وامريكا. بدل ما اطلعه منسوج مغزول او محلوب اطلعه منسوجات ابيع زي الاول. دلوقتي سنغافوره وماليزيا شرق اسيا دول
بيبيعوا القطن بتاعهم عادوا بيطلعوا بمبالغ. سنغافوره سنغافوره رخرة قطن ودرجة عشرة بالنسبة لنا، لكن ابتدوا يصنعوه عندهم ويبقوه منسوق. فلازم دي يبقى لها حل من الناحية دي. طب يعني كان في خبر ويوفروا الفلوس على انهم الفلوس دلوقتي القطن موجود في البيوت مش لاقيين فلوس. انا لسه كنت هقول لك ان رئيس مجلس الوزراء طلع قرار ان بيبقى في اقتراض من البنوك عشان نشتري القطن من هو برضه خايفين منه لان الفايده 12%. الشركات اللي هتاخدها خايفه، بس يا ريت ينفذ يا ريت ينفذ عشان ياخد القطن قتيل في البيوت بتاعت الفلاحين موجود لغايه دلوقتي، فيا ريت يتنفذ. هو كمان الحاج احمد بيقول لي ان الواحد كان زمان بياخد القطن ويروح على البنك. ايوه كان في تصوير تعويض اول كان اول كنا بنزرع 2 مليون فدان. ما كانش بتستنى فضلك، كان كله بتصدر، بروح معظمه كان بيروح للدول الشرقيه. لكن كان القطن هو الاقتصاد المصري الاساسي، كنا سلاح كنا مصانع كنا، كان كله السد العالي دي كله كان من القطن هو اللي كان. طب نرجع ده ازاي؟ ما انا بقول لسيادتك انا بتكلم. قول لي في نقط كده يا حاج عاطف. نقط ان ازرع الاصناف الكويسه، خدت بالك، اوفر ازاي اجمعه، اوفر له المكن، اوفر له ما يبقاش فيه فاجل، اوفر له التسويق الكويس. هو تسويقه لو عملت انا وعملت هيمشي. صحيح. بدليل ان احنا بنسوق بفضلات القطن، بنعمل منه المنسوجات البشاكير ومش عارف البتشايات والكلام ده، ماشي زي الهوا باسعار ما شاء الله. مش هتكلم بال، احنا بقول لك النوعين الجديد الجيزه 95 و94 خطير. قطن ما شاء الله، النعومه وطوله التيله والمتانه حاجات كويسه جدا. بقول لك سرقوه مننا وعملوه نامه ولا ايه في امريكا وفي اسرائيل، لكن الحمد لله مش عارفين ينافسونا. انا تجمع لنا القطن والارض اتلت زي الاول، تكليت الارض زي الاول. صعبه يا حاج احمد، ما عادش دلوقتي في حاجه اسمها تكليت الارض، لازم الارض يعني تتلت زي الاول، او تجميع او تجميع 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 زي الاول كنا بنعمل كده. دلوقتي مفيش الكلام ده، فعشان كده دلوقتي زراعه القطن عدمت اراضي كتيره، ما عادش في الارض. الارض تعبت، رز غله غله رز رز غله او 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 ذره او ذره. القطن خلي بالك بيريح الارض. الله، لان جدره بيريح الارض ونص بيهوي الارض، بيخلي الكائنات تشتغل. احنا عندنا الواحد عارف حزين يا حاج عاطف ليه؟ لانه الواحد كان الحاج احمد بيقول ان احنا كنا بنجوز ولادنا من القطن وبتاع، وكان المزارع عنده نهم كده وشغف انه يزرع قطن. دلوقتي لا، هو بيروح للحاجه اللي هتبقى اسهل، اللي ما فيهاش مشاكل، اللي هيبقى منها ربح، اللي هتجيب له ربح. وبرده انتم معذورين لان انتم عندكم بيوت وعندكم اولاد عايزين تصرفوا عليهم وعايزين تبقوا امنين على مصدر دخلكم. وكمان بتتكلموا على مشكله كمان في الانفار ومشكله في الجمع. فبالتالي اتمنى ان النقط اللي عدها لنا الحاج عاطف تتحل وتتحط عين الاعتبار، وان شاء الله نرجع القطن طبعا الذهب الابيض مره تانية. موضوع الزراعه التعاقديه، هل ده افضل للدوله وللمزارع ولا رايك يا حاج احمد؟ الايه؟ الزراعه التعاقديه. ايوه طبعا افضل. افضل طبعا يا فندم. طب ما احنا بنعاني مشكله دلوقتي ان احنا داخلين على القمح مش عارفين السعر ايه، على ان السعر العالمي زاد. خلي بالك يا مدام اسراء، الزيعه كانوا بتحجدوا بالسعر العالمي، دلوقتي الطن يعني عاوز يحاسبني عالمي. كان الدكتور وزير التمويل اللي قبل كده يجي في سنه قال لي لا انا مش واخد القمح، الله حرميه. ما هو انا مش بيتحفظ عني، لانه لو استنى شهرين ثلاثه بيسوس، لازم الحكومه تاخده على ان قال السعر العالمي ارخص. انا هجيب استورد من بره. طيب وده بعد سنه ولا اتنين ما انا ههجم عنه، هتيجي هتلاقي الطين زاد في اوروبا في السعر العالمي، مش هتلاقي. انت بتخليني اطفش ازرع علف مواشي. الناس دلوقتي اكسب حاجه بتنفع علف المواشي، اكسب من القمح واكسب من الرز واكسب. ما ان احنا محتاجين القمح والرز، محتاجين لكل طبعا. حاجه محتاجين طبعا. لكل حاجه. الزراعات الاقتصاديه فيها مشكله، لازم يحدد لي السعر من دلوقتي عشان ازرع قمح واعرف ان انا هبيعه بكام. مش جاي لي لكن يسيبني لغايه لما ازرع، وبعدين قبل بعد الحصاد
يقول لي السعر كذا، ما انت امر بالسخره، انت بتضربني على دقفايه لانك انت ما تحددليش السعر وهوديه فين؟ ما هو مش واكله. يا ريت كنا بنخبز وبنعمل زي زمان، عودنا على الرغيف بتاع ال بس مش كل المدن بتعرف تخبز. اه بالظبط، وحتى في القرى كمان يعني، القرى ما عادش في القرى لان بطلب خبيث. بطلب دلوقتي الفطيره اللي كانت بتنعمل في الفرن ببصل، ولا ما عادش حد عارفها. مع ان انت عارف ان اجمل عيش انا اكلته في حياتي من عندكم، من الخبيث ده والفرن الطين واللي معمول من الطين والكلام ده. حسبتهم جيت 100 رغيف اتكلف 10 جنيه الرغيف او 9 جنيه. وبعدين يا فندم برضه تعالي النهارده. طب حلو يا حاج. لا الرغيف وقف ب 10 جنيه او 9 جنيه. الرغيف الواحد؟ 9 جنيه. تعالي النهارده برضه. ما هو ما عادش تتفرجي عليه وتخافي تاكليه، يعني خدت حطه في برواز. الحكومه وطلعالي لا الفدان اشكرتين كماو، فدان اشكرتين كماو. تعالي شوف النهارده الفلاح حاطط 10 مقاطير، المقطوره النهارده بتتكلف 600 700 جنيه. مقطوره السماد ده عضو. السماد العضو النهارده بتتكلف 500 600 جنيه. يا ريت. ما كويس. وبيدوني ايه؟ بيدوني شكارتين على الفدان. يعملوا ايه؟ طب ما يبقوا ثلاثه. بيدي ثلاثه. يدوا فين الثلاثه؟ ثلاثه بعدين. لا على الاقل بعدين وقتين. انا باخد اثنين، باجي اخر السنه مش بلاقي الثالثه. ايوه بتبقى فيه بقى انت اللي تاخرت. انت اللي اتاخرت يا حاج. لا مش اتاخر، بيكون مفيش برضه. طيب يبقى فيه عجز. بس عايز اقول لك على حاجه، العجز مش دايما بيبقى موجود لان برضه الجمعيات الزراعيه بتوفر الاسمده والكيماويات. اولا انا بشكر القائمين على الزراعه في الشرقيه على ابي عفيفي والباشمهندس عبد الغني مدير التعاون، من انهم في صرف الاسمده يعني ما بتاخروش وعاملين المجهود اللي لازم اللي يتعمل. بس هي في مشكله دلوقتي عندنا، انا عاوز اصرف كيماوي يقول لي الحص ومش الحص. وعندنا احنا مركز فؤوس عليها 4 مليون جنيه ثمن اسمده موجوده مش عارف اصرف، وفي اسمده جايه مش عارف اخدها، مش عارف لان واقف لي يقول لي الحصر الفعلي ومش عارف الحصر الدوره ومش عارف ايه. المفروض المحافظات الثانيه صرفت، المخازن فضيت، انا مخازني مليانه بتاجر. طب امال المشكله في ايه؟ القرارات عاوز مدير الجمعيه يعمل الحصر وينزله ويديه للتعاون، ومفيش لغايه دلوقتي، متاخرين لغايه دلوقتي. هي كلها قرارات بسيطه. أيوة ولكن طبعًا خليني اقول لك ان ساعات هي بتبقى في اجراء بسيط ولكن لا ننكر. الصغيرين هم اللي معطلوا الدنيا للاسف. دور التعاونيات احنا ما بنقدرش ابدا ننكره، بنقول انه في اسمده وفي كل ما يلزم المزارع، ولكن فعلا البيروقراطيه البسيطه. أيوة دي البيروقراطيه بين الموظف الصغير هي اللي بتعطل الامور. ومين اللي بيتضرر؟ المزارع. انا اول واحد. انا بقول سيادتك في اسمده مش عارف اجيبها، حصه ليا كل ليا شهريه هوديها فين؟ هرميها في الشارع؟ برفض. والمصادر تاخدها تصدر. احنا بنوصل صوتكم وده المنبر بتاعكم، كل مشاكلكم وبدون اي قيود. انتوا بتتكلموا براحتكم. انا جاي فرحان ومبسوط، بس في حاجات بتنغصني. معلش ما هو ما انت بتيجي تقول اللي بينغصك عشان نلاقي له علاج. الرز مشكله، التعاقديه مشكله، الاسمده ديت اللي مش عارفه قدامي مش عارفه اخدها. طب بقول لك ايه، سؤال خارج النص خالص بقى. البطاطس عليت ليه يا حاج عاطف كده؟ دي عروه. الناس بتشتكي ده الموضوع. بعد اسبوع ولا يقول لك الواحد يجيب كيلو بطاطس كده يبقى خلاص اتغدى واتعشى. أيوة. وخلاص خلي 13 جنيه و14 جنيه. بالظبط. انا هقول لسيادتك الاسبوع الجاي. الطماطم معديه عروه. هي الطماطم لها مشكله ان كان تقاوي جت وفيها فيروس وفيها مشكله بوظت الدنيا. البطاطس خلال 15 يوم هترخص ب 4 5 جنيه. هترخص وقعد يا حاج عاطف. خلال 10 15 عروه من دي ودي 15 هتخش العروه الجديده وهتبقى ب 4 5 جنيه. يا مساعد. انا اتمنى ان احنا ما يبقاش عندنا مشاكل. وعايزه اقول لكم حاجه، انتوا استقراركم وراحتكم من راحتنا احنا. اكيد انتوا لما تزرعوا وانتوا مرتاحين وتسوقوا انتوا المتنفس لينا. ما عادش بالظبط احنا الاثنين. ما عادش يعني دلوقتي انا وصلت الكلام لوكيل الوزاره ولا الوزير ولا الدكتور علي المصلحي ولا من خلال المنبر بتاعنا. طبعا بس طبعًا. وده بيتكون انتوا دايما بتنورونا وان شاء الله نتمنى نبقى في حلول والله انتوا واحنا بنبقى سعداء بيكوا اكتر وان شاء الله نشوفكم دايما على الف خير وما يبقاش في مشاكل وكل المشاكل دي تعدي وحلولها بسيطه باذن الله.
احنا انتوا بتوضحوا الصوره، بوضحوا الصوره بس. عمره ما شكل. انا عارفه عمره ما هيشكي، حط عليه وبرضه ماشي. طبعا. ماشي طبعا. ماشي اكيد. لا انتوا على راسنا من فوق، وعمرنا ابدا ما ولا عمر الحكومه تقدر. انتوا واحنا منكم، واحنا ما نتاخرش ليكم، واحنا بيبقى في الاول وفي الاخر هدفنا وخدمتنا المزارع، لان المزارع هو اللي بيطلع لنا اكلنا وقوتنا. فربنا يبارك فيكم وتسلم ايديكم على كل حاجه بتقدموها للشعب، وان شاء الله باذن الله نلاقي حلول، والذهب الابيض يرجع تاني، مشكله الرز تتحل. انا بشكركم شكرا جزيلا الحاج عاطف عبد العزيز، عضو اللجنه المركزيه للائتمان الزراعي. شكرا جزيلا، شرفت بيك ونورتنا. شكرا شكرا. والحاج احمد حسين رئيس الجمعيه المشتركه الزراعيه بفقوس الشرقيه، شكرا جزيلا نورتنا حاج احمد. الله يخليك. مشاهدينا اتمنى لكم يا رب دايما السلامه في كل الاوقات، وان شاء الله دايما مصر ترجع زي الاول واكتر، دوله زراعيه 100%، وكل مشاكل ان شاء الله تتحل. مشاكل احنا بنعاني منها كمستهلكين او كمزارعين ان شاء الله يكون ليها حل قريب باذن الله. اشوفكم ان شاء الله على الف خير، بكره هيتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد، اما النهارده فتحيات فريق العمل، والى اللقاء.